مشاريع جديدة استفادت منها جامعة وادي سوف التي تشهد توسعاً على مستوى المرافق البيداغوجية والخدماتية، فما جديد هذا الموسم؟ 8000 مقعد بيداغوجي، 2000 للعلوم البيولوجيا، 2000 للعلوم الاقتصادية، 2000 للحقوق والعلوم السياسية، و2000 إذا حب الله ستكون معهد وطني للعلوم التطبيقية تابعة لجامعة الواد وجامعة الإنسان دو ليون في فرنسا. وعندنا أيضا مشروع تاع السكنة تاع الأساتذة، 50 سكنة أفكات ستسلم إن شاء الله، 80 سكنة أفكات للأساتذة تبدأ في البناء تاعها إن شاء الله في شهر أكتوبر هذا. جامعة الوادي تشهد هذا العام ولأول مرة فتح أكبر عدد من الفروع في الشهادات العليا تشمل عدة تخصصات. على صعيد البيداغوجي عندنا فتحنا عدة فروع في الماستر، أما فيما يخص الدكتوراه فتحنا أقرب من 6 فروع، وهذه تعتبر أول سنة اللي فتحنا فيها أكثر LMD في الجامعة. ولإنجاح الموسم الدراسي وتحقيق الأهداف المسطرة، هذه رسالة رئيس الجامعة للطلبة والأساتذة. بركانا من بلاوي كتاب في الجرائد وكتاب هذيك، شمر الجنود وخدموا الطلبة نتاعكم، ونقول الطلبة نتاعي بركانا من هذه، فرمي الباب وحل الباب أروح تقرأ. عدة سنوات مرت على فتح جامعة الوادي دون أن تحمل أي اسم إلى حد الآن، ومن المرتقب أن يطلق عليها قريبا اسم من المرجح أن يكون لأحد الأربعة: عبد الحميد مهري، مالك بن نبي، بن بلة، أو أبو القاسم سعد الله.